والناس جايه له الحق يا معلم، مراتك جابت رجاله ومسك اخوها في وسط الشارع خلعوه ان هي مش متجوزه نوال، ده متجوز راجل وراجل ونص كده. اهلا بكم، اهلا بكل مشاهدي قناه ساعه مع حنفي، قناه خصصناها بالكامل لعالم الجريمه، لكن بنقدم النصيحه بنقدم العظه، واهم درس بنحرص عليه ان احنا لازم نتعلم من اخطاء غيرنا. تعال نشوف الجريمة دي اللي حصل في محافظة التقهلية، بالتحديد مركز السنبلويين، أكثر تحديدا حي اسمه حي المعادي. زوج وزوجة، الزوجة اسمها بوسي والزوج اسمه محمد، واخدين بعض عن قصة حب ومتجوزين في حي المعادي مركز السنبلويين محافظة التقهلية وعايشين وزي الفل. في وقت صفى كده الزوج حب يجامل مراته، قال لها ايه رأيك، انا بحبك وهكتب البيت باسمك. بتحصل كتير، من حق الزوج ان هو يفرح مراته، ومن حق الزوجة انها تفرح بجوزها ان بيكتب لها، وخاصة ان هو كان متعود ان في كل مناسبة بيجيب لها هدية او يعمل لها مفاجأة، فالمفاجأة ان هو راح كتب البيت باسمها. عدت سنة، عدت اتنين، تلاتة، اربعة، خمسة، ستة، دبت الخلافات بين الزوج والزوجة، ادت لايه؟ طلبت الطلاق. طب ما هو البيت باسمها. راح الزوج مطلعها وطاردها بالقوة الجبرية بره البيت، رغم انه كاتب البيت باسمها، لكن هي عارفة والناس عارفين وكل العالم عارف ان البيت ده مش بتاعها هي، ده بتاع جوزها. لكن غلطة الزوج اللي احنا بنتكلم عليها انه راح كتب لها. صحيح احنا بنقول يا جماعة مفيش فرق بين الزوج والزوجة، لكن الزوج بيكون عنده اولا القدرة على مسك الامور او تلجمها او تحجمها، وعارف اقولها واخيرا، بعكس الست. الست لما بتغضب بتنسى، لما بتغضب بتفتري، لما بتغضب ما بتشوفش قدامها، لكن الراجل لما بيغضب ممكن يمسك اعصابه، بدليل ان ربنا خلى العصمه باسم الراجل، يعني الراجل بس اللي يطلق، لان لو خلى الطلاق باسم الست ده الست كل ما تتخانق تقول لي جوزها طلقني، لو العصمه معاها كانت جوزها تطالق. لكن الراجل في عز الغضب وفي عز الزعل وفي عز ما بيكون ما بيطلعش كلمه الطلاق. فهو الزوج كتب الشقة للبيت باسم مراته، منزل كامل في حي المعادي مركز السنبلاوي، طردها من البيت وهي عن طريق القضاء والمحاكم معرفتش تاخد البيت لان هو قاعد فيه. المهم الزوج ليه ابن اخوه شاب صغير بيعدي المزلقان بتاع القطر، فالقطر راح خبطه وموته الله يرحمه. فطبعا جوزها انشغل في العزاء بتاع ابن اخوه ده اللي مات، ده ابن اخوه، فساب البيت وراح في العزا، واقف في العزا 3 ايام في العزا. الزوجه بوسي عملت ايه بقى؟ وهو كان رد فعله ايه؟ تعالوا بينا اعزائي المشاهدين نعرفكم ايه اللي حصل والجريمه ازاي تمت، بس بعد اذنكم ندعوكم للاشتراك في قناه ساعه مع حنفي، تفعيل الجرس ليصلكم الاشعار وقت ازاله الحلقه. اللي حصل ان الزوجه استغلت ان طلقها مشغول في عزا ابن اخوه 3 ايام وقاعد عند اخوه والبيت فاضي، راحت جابت اخوها، اخوها اسمه وليد، قالت له يا وليد، قال لها ايوه يا بوس، قالت له على فرصه البيت ما فيهوش حد، وهو كل ما الشرطه تيجي تمكنني يلاقي هو وضع يد وما تقدرش، احنا بقى ندخل نقعد فين نبقى واضعين يد، لما يجيب الشرطه يبقى الوضع على ما هو عليه وعلى المتضرر اللي جه للقضاء، اللي هو وضع اليد اللي احنا بنعاني منه، كل واحد يرجع هتضطر تقعد فيها يقول لك وضع يدي، وخلينا في القضاء وصاحب الحج يلالي بقى. المهم راحت الزوجه جابت اخوها وليد وشويه رجاله فشوا الباب الحديد وكسروا الاقفال وراحت قعدت جوه البيت. محمد خلص العزاء والناس جايه له الحق يا معلم، مراتك جابت رجاله وفتحوا البيت وقعدوا فيه. يبقى الوضع انعكس، بعد ما كان هو اللي وضع يد بقى اصبحت هي اللي وضعت يد ومعاها اخوها وليد. محمد ما يسكتش، يا محمد من وجهه نظري صاحب حق، البيت بيتي، ده انا اللي كتبته لها بنفسي علشان اعمل لها مفاجاه وهديه، جم بعد ما اتطلق تيجي توعد لي فيه، هي كانت دفعت فيه قرش، هو كان بيت ابوها، راح جاب قرايبه وراحوا داخلين البيت كسرين البيبان ومسك مراته ضربها علقه محترمه اغمى عليها راحت المستشفى، ومسك اخوها في وسط الشارع خلعوه وضربوه علقه محترمه، وكل ده بالتصوير الفيديو، وبعد كده وهم مجردين من ملابسه راحوا رامينه في عربيه ربع نجل وراحوا واخدينه رامينه في حته مقطوعه.
يعني شوف اللي افترى. طب انت كان كاتب لك بيت باسمك وهو مش بتاعك واتطلقته، ده المفروض يا ستي الطلاق تم رد له هديته لو انت مش عايزاه. طب انا عايزاه، ما كنتش اتطلقتي. طب هو اللي طلقني، هو انت كنت احسنت عشرته وهو طلقك؟ ما انت اللي نكدت على نفسك وانت اللي كنت منكد عليه، فشيء طبيعي انه يطلقك. صحيح هو غلط ان كتب البيت باسمك، ده شيء طبيعي والقانون المفروض البيت بتاعك، بس ده ما يبقاش هو قانونا بتاعك. لكن عقد ربنا، انا كزوج اهو جبت لمراتي هديه عربيه وكتبتها باسمها، هي دفعت فيها قرش، لما نتخانق مع بعضنا وتطلق اديها لها ليه؟ قانونا بتاعتها. لكن عدل ربنا انا اللي جايبها، وده اللي غاز الزوج. عشان كده الزوج لما عرف ان هي راحت اقتحمت البيت وكسرته كان هتبقى عيبها في حقه كبيره من وجهه نظره، ان واحده ست تخليه بره يعني مش فارق معاها. يعني لو عارفاك راجل ما كنتش قلت تعمل كده، عشان عارفاك هفيه ما كنتش اقدر اعمل كده. فهي استغلت وراحت قاعده في البيت، هو كان عايز يثبت لها ده انا مش هفيه، ده انا مش راجل بس، ده راجل ونص، واخوك هخلعه لك ملط في وسط الشارع وهصوره، وراح منزله كمان على السوشيال ميديا وهو بيضربه والواد مغمى عليه وليد، وبعد كده جردوه ملابسه وحطوه على العربيه ربع نجل ولفوا بيه في البلد ورموه بعد كده، عشان يقول لها ايه ادي اخوك هو، عشان تعرف ان انت كنت متجوز راجل مش هفيه تخليه في عزب ابن اخوه وتيجي تفتح البيت وتفشيه وتقعد فيه. انت ما كنتش متجوز نوال، ده انت كنت متجوز محمد. طبعا على طول اول ما الفيديو نزل على السوشيال ميديا مع بلاغ الزوجه، طبعا الشرطه قبضت على الزوج وقبضت على الاشخاص اللي كانوا معاه، اخوه وابن عمه ومجموعه تاني، اعترفوا تفصيليا وقال لك البيت بتاعي وانا وضع يد عليه، فوجئت ان انا اثناء العزاء الناس بيبلغوني ان امراه طليقتك هي واخوها وليد جابوا ناس ودخلوا البيت وحطيتهم عليه، فما كان مني اللي انا كنت لازم ارجع حقي تاني، فعملت كده عشان اعرفها ان هي مش متجوزه نوال، ده متجوزه راجل وراجل ونص كمان. حد يقول الخلافات توصل لكده؟ كان ممكن وليد يموت، كان ممكن الزوجه تموت، كان ممكن الموضوع ما ينتهيش على ضرب. وخلي بالكم اوعى تقولكم ان وليد بعد ما حصل له كده الموضوع هينتهى، لا، ده الخلافات هتستمر على طول. وكل ده بسبب ايه؟ ان الزوجه ما عمرتش وان الزوج ما عمرش، ما هما الاثنين ما فكروش في غير كل واحد يضايق الثاني. ما حدش فكر احنا زي ما دخلنا بالمعروف نطلع بالمعروف، لا، نطلع بالضرب وبالبلطجه وفش البيوت ووضع اليد، وفي الاخر احنا الاثنين هنتحاكم، هي لانها فشت البيت في غياب اهله، وهو لما راح بعد كده اقتحم البيت وما لجأش للقانون، وخلينا في اجراءات التقاضي والمحاكم لما غيت بقى كل واحد ياخد حقه بعد 10 15 سنه. هنقول ايه؟ لله الامر من قبل ومن بعد. اشكركم.